عرف على حمدان القحطاني والنعم معك زود خورك الصالح مخلفي والنعم معك زود الله يحيي ضيفنا مدينة نكثر لها الترحيب في مقاطع الله يحيي ضيفنا الله يحيي ضيفنا في الديرة الله يحيي ضيفنا في الديرة الله يحيي ضيفنا في الديرة شوف الديرة حتى الفرح من صوته مسموع واليوم يوم هو يشوف الديرة واليوم يوم السلام عليكم من العيدين مبارك. أنا علي شاهر البلوي رئيس الحي حقنا في المدينة. علي شاهر دخيل الله البلوي جارنا وحبيبنا الشيخ أبو بندر ما شاء الله رئيس حي أبو بريقة بالمدينة المنورة ما شاء الله تبارك. دكتور محمد شتاوي ناصر الجهني دكتور محمد شتاوي الدكتور محمد نعم محمد شتاوي ناصر الجهني طبعا
ابو بندر اعتبر الله رحيم الان الحمد لله ما شاء الله تبارك الله هو رحيم عندي ما شاء الله الله يحفظه وجارنا وصلح من احد الناس ونائب رئيس الحي نائب رئيس الحي حي ابو بريق ما شاء الله حياكم الله. الله يحييك. ما شاء الله كل عام بخير. بخير. تعرف عليك. جسار رسام حامد الأحمد. ما شاء الله والنعم. عبد الله أحمد حامد الأحمد. والنعم. سلطان حامد الأحمد. والنعم فيك ما شاء الله الله يحفظكم. كل عام بخير. يقول هذا أجني الزيتون ولقيت قرص عسل معلق بالزيتونة. قلت حتى النحل يعشق الزيتون ويعلق القرص في عوده. والقرص فيها الحلا مضمون علامة الطيب والجودة. اي والله. الشيخ خالد بن سعد القليطي. ما شاء الله والشيخ سلطان بن سعد القليطي. ما شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله الله يجمعكم ان شاء الله على المحبة. امين. معناك يقول يا سكر فالحشا ذابت مستشعر القلب حاليها وعين الولا عنك ما تابت والروح والشوق في الروح ساليها. يا سلام. كل عام وانتم بخير. الله يسعدك يا شرفتونا حبيبي. الله يسلمك. نقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للشيخ خالد محمد علي بن عساف شيخ قبيلة الصميدات على جهوده واهتمامها الدائم.